ضرب لي 30 جزمة على دماغي ده زي ابويا. طب ردك على المطالبة المطالبة المصرية عندك؟ انا اذا كان في لائحة يا ابني ولا قانون ولا دستور بيقول الكلام ده ينفذ. بدل ما يطلبوا هذا الكلام يكون عندهم شجاعة أدبية ويطالبوا بإلغاء معاهدة السلام. حضرتك مصمم على إن أنا أخدم مصر؟ مصمم على إن أنا أخدم مصر. وإذا كان هناك ناس فهمهم تحت رجليهم هم حرين. إنما أنا بخدم البلد أنا أستفيد إيه؟ سؤال أستفيد إيه أنا؟ هم اللي بنين سد النهضة. علاقة احنا نكسب على نفسنا. هم اللي بنين سد النهضة وهيبنوا لك خمس سدود على ارض في خمس دول في حدود في ناس في انا بخطر بس انا مش عسكرة مش لخش موظف. انا بخطر الاجهزة الامنية فقط وهذا واجبي وظائفي. طبعا اخترتها بدون ايه؟ عيب لما تقول للنائب كده. يا بيه انا اخطر فقط هذا واجب الوطن. انما انا مستغلش موظف عند حد. هو انا لما هاجي اوافق هنا على قانون او اعترض على قانون استاذن من الامن. حد كلمك الامن بعد كده لما احب اتجوز واحده تانية ولا ثالثه ولا عشره هتجوز من الامن هتستاذن من الامن بعد المقابله. حد اتكلم من الامن مع حضرتك؟ شوف لي عروسه يا ابني. بعد المقابله حد اتكلم عليه على الواقع يا فندم. دكتور توفيق حد اتكلم معاه عليه على الواقع؟ اتكلم معايا الواقع. حد الاجهزه السياديه اتكلم يا عم عشان اريحكم. ايوه استاذ كمال احمد لو ضربني 30,000 جزمه ده راجل عنده 82 سنة وانا عندي 49 سنة بس يعني قد ابوه اكبر من ابويا في السن. لا ساطالب بحق سيطالب البرلمان بحقه. حضرتك هتطالب ايه؟ بحقي وفقا للقانون والدستور ولا السادة النواب اللي هيقرروا ان شاء الله.